العمل الذي نحن مقبلون عليه وقمنا اليوم بالوقوف عليه بمعية السيد أحمد رزاق والسلطات المحلية بولاية وهران التي تحتضن اليوم في هذه القرية الأولمبية هذه الاستعدادات الأولى والتحضيرات الأولى لهذا العمل الضخم والجبار. أيضا روح الجزائر اليوم ستكشف في تفاصيلها عن الكثير من القيم الذي تكتنزها الأمة الجزائرية، البعد الهوياتي، البعد الإنساني، هذه الأبعاد التي ستبرز جليا من خلال هذه الملحمة، أقول هذا العمل الفني التاريخي الممتاز، وسيكون إن شاء الله بذلك البعد الذي نتوخاه أن يجسد مشاهد ترتقي إلى ذلك الحدث التاريخي الهام أول نوفمبر 1954.